تقريبا بعد 3 شهور ونص غياب رجعنا تاني للبلد. الفيديو ده هنتكلم فيه عن ليه نزلنا مصر واخرنا ليه في مصر. هو انا كنت نازل اجازة عادي بس حصلت معانا حوارات كتيرة والحمد لله خلصنا ورجعنا. علشان كده الفترة اللي فاتت دي كنا ما بننزلش حاجة تقريبا، احنا نزلنا فيديو واحد وكنا المفروض نعمل فلوجات في مصر وكنت مجهز حاجات كتيرة في مصر، بس للأسف ما كانش فيه وقت للتصوير ولا المونتاج، فعلشان كده هحاول اعوض اللي حصل. طيب الحوار كان بسبب التجنيد، لان فنزلت الحمد لله اجلت التجنيد. كنت فاكر ان انا هاجل التجنيد عادي بس طلع في حوارات وملف بعثات وكده، فالحمد لله رحت وزارة التعليم العالي وخلصت ملف البعثات واجلت التجنيد. الموضوع طول شوية وبعد كده خلاص يعني الحمد لله وصلنا. فإن شاء الله اليومين الجايين في فيديوهات حلوة كتير، طبعا الفيديوهات هتكون مربوطة بالدراسة والشارع، يعني الفيديوهات هتكون مربوطة بالدراسة والشارع. فنخلي نتفق مع بعض على اتفاق، لو عايزين فيديوهات فلوج في الكلية وكده اوكي ماشي مفيش مشاكل يعني. وهيكون في فلوج تاني كل سبت وحد ان شاء الله، لان السبت والحد هي الاجازة بتاعتنا زي النهاردة كده، فبننزل نتمشى. فكل سبت وحد هيكون في فيديوهات حلوة كتير، وان شاء الله الفترة الجاية هيكون في شغل جميل. يلا نمشي. طيب هنا السبت والحد كل العائلات بتطلع، كل العائلات بتتمشى، بس مفيش غير اليومين دول بس في الاسبوع يعني بيطلعوا فيهم. باقي الايام يا اما عمل يا اما مدرسه، ولو مش هتذاكر تنزل تشتغل.
الاجازه بتاعت الاسبوع فرايحين نجيب الطلبات بتاعت الاسبوع انا واصحابي. ازاي زي تبعت لي معاك؟ طيب المعلم منير بيقول لك ايه؟ هات لي في ايه؟ عايز لاتيه. طب هات لي لاتيه معاك ثاني. هتفكر اعمل لي لاتيه. هو لاتيه بكام؟ 60 60 لاتيه. جيب لك عندي كبير ولا صغير؟ اللاتيه الصغير. اصفر يا واحد. ماشي. ايه؟ بس بلاش تشرب. هنشرب ايه؟ اهم حاجه الكوري يكون كده. خد يلا خد خد. مش عارف ال 10 بقى بتاعتك. هات 50 عادي عادي. مش عارف كده خلصت. خلصت. اسحبها؟ عاش. هتشرب ايه؟ few moments later. الحمد لله عدينا من عدتنا من غير الفاكسين ودخلت جوه. بس مش هينفع الحوار ده، لازم ناخد الفاكسين هنا. اكيد الفلوج الجاي ان شاء الله فاكسينيتد يعني. هيكون بيموت غالبا يعني الفاكسين اللي هنا مش تمام يعني مش مظبوط. الناس بتتعب فيه يعني تقريبا من احسن الدول في الطب. على ما اعتقد ان اصحابي تعبوا يعني فضلوا اسبوع كامل محدش بيدخل محاضرات، نوم في البيت اسبوع كامل من التعب بتاع الفاكسين. فانا والله خايف اخد الفاكسين بس في الحاله دي مش هينفع كده. انا مش عارف ادخل اي محل، يعني اي محل بدخله فين الفاكسين؟ مفيش فاكسين، مفيش بيع. هو عباره عن باركود صغير كده بيكون في الكارت من تحت. بس الحمد لله هنا عدونا يعني. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بإذن الله حاول أخلص المونتاج في أسرع وقت عشان ننزل لكم الفيديو. استنونا في فيديو تاني إن شاء الله.